السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناة تدريب كلاب ومضيج زي منور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. زي ما عودناكم كل حاجة بنعملها بنعرفكم احنا بنعمل ايه، علشان لو أي حد محتاج أو حابب إن هو يعمل زينا حسب رغبته، لو حابب إن هو يعمل زينا يبقى ياخد الفكرة من عندنا ويبدأ إن هو يعملها بنفسه. تمام. بمناسبة يا جماعة عمر، في ناس كتير كتبوا لي في التعليقات في كلب اسمه عمر. وفي يا جماعة حد بالذمة والدين، في حد في الدنيا يسمي كلب عمر؟ يا ريت يا جماعة لما نسمع الحلقات او نسمع الكلام في الفيديو نركز احنا بنقول ايه، او بنقول اسم الكلب ده اسمه هامر، هامر بالهي، هامر بالهي. يا جماعة يا اللي انتوا بتدوروا على اي غلطة واي حفيرة كده، هامر بالهي مش بالعين، ده اسمه هامر من نوع عربية. وصلت ناس كتير كاتبه لي يا عمر يا كابتن حرام عليك يا كابتن وعيب يا كابتن ايه يا عم في ايه عمر، في حد هيسمي كلب اسمه عمر يعني؟ ده احنا مسلمين يا جدعان. طبعا يا جماعة الحلقة دي مهمة جدا بالنسبة للناس اللي هي حابة اللي احنا بنعمله ومشتركة معانا ومتابعانا في كل حلقاتنا ومركزة في كلامنا كويس. الحلقة دي مهمة للناس اللي عايزة تعمل الجنتيانا وبتدور على الجنتيانا او الدواء الازرق. طبعا في ناس في جميع الدول متابعانا وعايزة تعرف ايه موضوع الجنتيانا ده وبينجاب منين وبينجاب ازاي والكلام ده كله. الجنتيانا يا جماعة هي عبارة عن بودرة لونها ازرق. تمام. بودرة دي بتبقى زي بودرة طبية موجودة عند المكاتب البيطرية. ما تروحش للدكتور بيطري تقول له انا عايز جنتيانا، هيديك ازازة فيها شوية كده صغيرة عبارة عن سائلة عشان تعمل بها الكلب. لا، روح للمكتب البيطري اللي هو بيوزع الادوية على الدكاترة البيطريين. اهي بتبقى بالشكل ده كده، يعني دول كده دول كده عاملين 50 جنيه. تمام. دول كده عاملين 50، لسه جايبهم النهارده. موجوده في كل مكان يا جماعه، مش صعبه ولا موال ولا اي مشكله. كان في واحد امبارح بيتصل بينا ووصف لي المكان اللي بتجيبه منه والكلام، في اي مكان في مكتب بيطري. تمام. لو انت من محافظه البحيره هنا، المكتب البيطري ده عند مدرسه صلاح الدين على كوبري فلاقه، وانت رايح على كوبري فلاقه في وش مدرسه صلاح الدين على طول، في عنده الجنتيانا دي احنا جايبين منها النهارده اهو. بعت واحد راح جاء، دي عامله 50 جنيه الكيس ده. طيب بنعملها ازاي او بنركب الجنتيانا دي ازاي؟ بنجيب مع الجنتيانا ديت، يفضل يعني ان بتجيب ازازة دواء مضاد حيوي اللي هو بيستعمل للحقن. تمام. في الدواء ده اسمه سبكترو بان 5% محلول للحق، مضاد حيوي امن واسع المجال، ده بيطري برضه. تمام. ده احنا بنجيبه نحط منه على الجنتيانا مثلا 10 سنتي على الرطل ميه او 5 سنتي على الرطل ميه حسب التركيبه اللي انت بتعملها، عايز نسبه المضاد الحيوي عاليه او عايزها ضعيفه. طبعا بتجيب بتظبط انت المقاس من عندك. طب الجنتيانا دي هنعملها ازاي؟ الجنتيانا ديت عبارة عن معلقة شاي على رطل مية، بنحط منها معلقة بمعلقة الشاي على رطل مية. أول حاجة يا جماعة بنجيب المية بتاعتي الكمية اللي أنا عايزها 4 رطل 5 رطل 6 رطل. تمام. وبنحطها في حلة زي دي كده بالشكل ده كده، وبنحطها على النار لما تغلي. أول ما تغلي بننزل الحلة. تمام. وبنجيب الجنتيانا الكيس أهو ونفتحه. تمام. وبنحضر حتة خشبة عشان نقلب بيها، لأن مش هينفع تقلب بالمعلقة لأن أنت هتعمل تركيز عالي. تمام. هات لي سرنجه من الثلاجه، سرنجه كبيره من اللي فوق. تمام. بنفتح الجنتيانا كده بالراحه، طبعا تحرص علشان ديت ممكن هتخلي لك الدنيا ايه، لان ديت التركيز بتاعها المركزه نفسها البودره اهي. بصوا لما بتقع في الميه يا جماعه بتعمل ايه اهي. بنفتح بالراحه كده ديت، انت عارف ديت ممكن تعمل منها كمية يعني رهيبة. 50 جنيه انت مش هتجيب ب50، انت هتجيب حتى ب20 جنيه بس كفاية. بس احنا بنجيب عشان طبعا بنستعملها كتير وكمية كلاب كتيرة. اكبر حاجة ادي يا جماعة الكيس اهو اتفتح، وبنبدأ ان احنا طبعا المية سخنة، حطينا 4.5 رطل مية، يبقى هنحط عليهم مثلا نفترض 5 معالق وحسب التركيز اللي انا محتاجه. طبعا الرطل عليه معلقة اهو، بص عملت ازاي، ادي 1 2 3 4 رطل. تمام. والنص ده نحط له معلقه ما نستخسرش فيها شويه، ومعلقه كمان من عندنا عشان يبقى تركيزها عالي، والباقي هنشيله لمره ثانيه. هات لي السرنجه دي كده، خد يا اسلام ادولهم دي في المكتب يدبسوها وتتشال.
تمام. وادي يا جماعه سرنجه عشان نسحب بيها المضاد الحيوي اهي. طبعا السرنجه دي 5 سنتي، هنحط 5 سنتي دواء على الرتل. ما تجيب سن كبير يا اسلام، سن بيطري. هنسحب 5 سنتي يا جماعه على الرتل. هات العلبه اسلام وانا ناخد من الناس. نجيب سن بيطري كده، خد شيء. ادي سن بيطري اهو يا جماعه. هناخد كده، ادي كده 5 سنتي. هنقول بقى ادي كده رتل، تمام. الازازه دي بتعملها في حدود 30 جنيه، مش غاليه يعني، وبتستعملها مضاد حيوي برضو. ادي كده رتلين ماشي، ادي كده 3، ادي كده 4. طبعا احنا حاطين 4 رتل ونص ميه، هنحط عليهم برضو 5 سرنجات في 5، يعني يعملهم 50 سنتي. ادي 5 كده، دولت يعملوا 50 سنتي، تمام. هات لي القمع والازاز من جوه، القمع في الدرج اللي تحت. وهنبدا يا جماعه بعصايه كده نظيفه نغسلها الاول، ونبدا ان احنا نقلب كده، تمام، علشان الجنتيانه دي تدوب مع الميه. بالشكل ده كده، دي الجنتيانه بقى يا جماعه، او الدواء الازرق اللي احنا بنرشه على الكلاء. هاتهم لي هنا. وادي الازاز اللي احنا بنعبي فيه، احنا عاوز ازازه كمان. شوف لي اي ازازه كمان ريتل، 2 ريتل، عشان ده مش هيكفي. وهات لي اي كوز يا اسلام او علبه عشان نفضي بيها. ادي يا جماعه. طبعا دي عشان تروح تشتريها من صيدليه، تمام. هتجيب تدي له 10 جنيه هيديك ازازه قد كده، ازازه صغيره خالص زي ازازه القطره كده، ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه. وطبعا ولا هتعمل معاك حاجه بالنسبه كعندك كلب مثلا، او محتاج ان انت تعالجه بالجنتيانه ديت زي ما احنا بنعالج هنا. ماشي. يا جماعه انك تقلب كده لحد ما تدوب خالص اهي. الجنتيانه دي يا جماعه لو جت في بق الكلب، لو جت في عين الكلب ولا تاثر فيه، ما تقلقش. هتسلم. ونبدا ان احنا نعبي. اهو. بتجيب لنا كرتونه نحطها عشان الارض.
يا جماعه هتملوا ازايز بصهم لما تقولوا كفايه. دي تستعملها بص لو حبيت بقى ممكن تزود عليها في برشام اسمه تترا سايكلين، ده موجود في الصيدليه عباره عن مضاد حيوي. ممكن تجيب شريط برشام من ده تفتحه عليها، هو عباره عن كبسول مضاد حيوي، ممكن تجيب شريط تفتحه عليها. ممكن تجيب دوكساميسين برضو مضاد حيوي كبسول تفتحه عليها، طبعا زي ما انت عايز. ممكن بعد ما تعباه في الازاز تفتح على كل ازازه شريط عادي برضو وترجاه كويس. اي حاجه مضاد حيوي كويسه، بس اهم حاجه تكون حاجه عباره عن بودره، يعني قبل ان هي تدوب في الميه. اسلام كل ده بيجيب كرتونه. بس يا عمر ايه يا جماعه، ايه هات يا باشا، حط يا باشا هنا، حط هنا، حط. الله يبارك لك، خد يا باشا، عبي يا باشا، عبي الازازه بس انها ما تكبش بره. طبعا يا جماعه ادي جنتيانا، الموضوع ولا صعب ولا في اي مشكله، الموضوع بسيط جدا. هتعمل كميه اللي انت عايزها وهتعبيها في ازايز وهتحتفظ بيها، ما بتفسدش ولا بيحصل لها اي حاجه، تحتفظ بيها ان شاء الله تقعد عندك لمده سنه. هترش بقى كلابك اي جرح في كلبك اي حاجه، بدل ما تجيب انبوبه المرهم اللي بكام والكلام ده كله والبتادين والديتول والحاجات ديت، الجنتيانا دي جميله جدا، ودي اللي احنا بنستعملها من صغرنا طبعا، ونجحت معانا الحمد لله. بتنشف مكان الجروح، بتطلع الشعر بسرعه، مفيده جدا للجروح بتاعت الكلاب طبعا، حاجه مهمه جدا. واسلام كب الجنتيانا هو، ربنا يبارك له طبعا. معلش برضو في ناس بتبقى دماغها ايه مع نفسها شويه. يا باشا يا باشا بالراحه بالراحه، ما تستعجلش، ما حدش بيجري وراك، انت عارف ان هي بتعمل فوراء. تمام. طبعا يا جماعه يا ريت تكون الحلقه دي عجبتكم. الحلقه دي في ناس كتير كانت مستنياها عشان تعرف الجنتيانا دي بتتعمل ازاي او بتنجاب ازاي او الكلام ده كله. زي ما قلنا لكم موجوده عند المكاتب البيطري، ما تروحش للدكتور البيطري اللي هو مالكش دعوه بالدكتور البيطري اللي هو مثلا بيدي حقن وكلام من ده، لا، الدكتور اللي يروح للبيطري اللي هو المكتب اللي بيبيع علاجات بيطريه للدكاتره. تمام. ده المكاتب البيطريه دي باذن الله موجود فيها الجنتيانا ديت، تقول له عايز جنتيانا بودره. ولو ما لقيتش، لو انت طبعا محافظه البحيره ومش لاقي، تعالى هنا في وش مدرسه صلاح الدين، في واحد احنا بنجيب منه ساعات، وفي غيره، في غيره عند كوبري فلاقه والاماكن دي كلها، هتلاقي الجنتيانا ولو دورت هتلاقيها باذن الله. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم وفادت ناس وعرفوا الجنتيانا دي بنعملها ازاي او الدواء الازرق احنا بنعمله ازاي. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع وتحياتي لكل المشتركين معايا، وما تنسوش تعملوا الحلقه ديت لايك وتعملوا لها شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.